الدكتور أحمد رامي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق. بداية دكتور، كيف نستطيع أن أو تستطيع أن تعلق على ظهور حالات إيجابية للإصابة بكورونا في معهد الأورام مما أدى لتوقف العمل داخله؟ هو دوت بيؤكد ان النظام ما زال بيتحرك، بياخد اجراءات متاخره كثيره عما يندرج. دوت شاهدناه حينما تم منع مثلا على سبيل المثال صلاه الجمعه يوم السبت. حينما تم الاعلان عن زياده في مرتبات الصيادله لكن بعد ما الناس قبضت شهر اول شهر ثلاثه. بصوره عامه الاجراءات متاخره. بالاضافه ان في ضعف في الامكانات والتجهيزات في المستشفيات، وفي اهمال لتوفير ما يتطلبه الحفاظ على الفريق الطبي من انتقال العدوى اليه. طيب، من المسؤول عن عدم حصول الأطباء وطاقم التمريض على كافة الأشياء التي يحتاجونها حتى يكونوا بعيدين كل البعد عن أي إصابة؟ في الحقيقة يعني في شيء يعني قديم، وهو ضعف الإنفاق على مجال الصحة، وبصورة عامة الأنظمة المتعاقبة من 52 حتى الآن يعني أولوية الإنفاق على الصحة والتعليم متأخرة ليها إذا ما قرنت بالإنفاق على الحفاظ على مؤسسات الدولة والإنفاق على الأمن، أمن النظام. يعني دي بصورة عامة. الأمر الآخر إن ال 100 مليار اللي أعلن عنهم إحنا مش عارفين هتتصرف فين إذا ما كانتش هتتصرف على مجال الصحة. يعني إحنا ما لقيناش ليها إنعكاس حتى الآن في الإنفاق على مجال الصحة، وده شيء غريب ومريب. لماذا لم يوضح النظام مصارف ال 100 مليار، خاصة وأنها تم تخصيصها لما يتعلق بأزمة كورونا، والقطاع الطبي هو اللي في وجه المدفع ومن يقومون بمعالجة والتصدي لهذا الفيروس؟ لا، هو في الحقيقة أعلن وكان الإعلان ده بيقول إن 70% من هذا المبلغ هيصرف على تعويض خسائر البورصة وتعويض رجال الأعمال. انما الناس البسطاء المضارين عامه الشعب، فدول في يعني في حتى في مثل هذه الازمه اللي هم بيدفعوا ثمنها بصوره مباشره، هم ليسوا في حسابات النظام للاسف. يعني دكتور احمد رامي، امين صندوق نقابه الصيادله الاسبق، شكرا جزيلا لك.